سلام، كيف ومتى أستخدم إن أو أون؟ كلنا بالعادة نلخبط بينهم، حتى أني سمعت متكلمة باللغة الإنجليزية تقول أنه حتى اللي لغتهم الأم الإنجليزية يلخبطوا أحيانا بينهم. فخلونا نبدأ بالشرح ونبدأها بإن. نستخدم إن لما يكون شيء أو شخص متواجد في مكان أو مساحة محددة. ممكن تكون المساحة اللي تكلم عنها حوش البيت مثلا، أو صندوق، أو البيت نفسه، أو السيارة. زي لما أقول the cat is in a box. The cat is in a box. القطة في الصندوق. ممكن تكون المساحة منطقة محددة، أو بلدة، أو ولاية، أو حتى دولة. زي لما أقول I live in Mecca. I live in Mecca. أنا أعيش في مكة. طيب نجي لـ on. متى نستخدمها؟ نستخدمها لما يكون شيء يلمس سطح شيء ما، يعني ممكن يكون السطح أفقي زي الأرض أو الأرضية أو سطح الطاولة. زي لما أقول she sat on the floor. She sat on the floor. هي تجلس على الأرض، أو هي جلست على الأرض. جلست على الأرض أو هي تجلس على الأرضية. ممكن يكون سطح رأسي أو عمودي زي الجدار. زي لما أقول they hung paintings on the wall. They hung paintings on the wall. علقوا لوحات على الحائط. طيب نجي لشيء ثاني. كمان نستخدم إن لما نجي نتكلم عن الأوقات في اليوم. أوقات اليوم زي في الصباح، في المساء. ممكن وكمان نستخدمها في الأشهر والسنوات وفصول السنة. زي لما أقول in winter and summer. أو زي المثال هذا لأقول I love to write in the morning. I love to write in the morning. أحب الكتابة في الصباح. فنستخدم on لما نتكلم عن يوم محدد أو تاريخ محدد. He started his vacation on May 18. أو On that day, everything changed. فأنا هنا قاعدة أتكلم عن يوم محدد بعينه، فاستخدمت on. مع السلامة.